شو نتمنى نحن نصير طيار دكتور أو تاجر مشهور لكم بسهرة الليلة سهرة الخميس من برنامج أطول ما كنتوا عم بتابعونا. تحية لكم ودايما عبر شاشة LRT ومن استوديوهاتنا ببيروت مباشرة على الهواء. من بعد ما كنا بأول جزء من البرنامج مع ضيفنا مع الفنان مازن نجم، راح تابع معكم ونستقبل ضيف تاني وهو عرف كوجه تمثيلي وأيضا كوجه غنائي، وشفنا هلأ الفيديو كليب يلي صوروا، وهو ضيفنا يوسف البزال. أهلا وسهلا فيك. بونسوار، أهلا فيك حبيب. يوسف، بس خليني نذكر المشاهدين أنه قبل تلقينا اتصالات كتير، ولكل يلي بدهم يتواصلوا معنا صرتوا بتعرفوا أرقام الاتصالات الموجودة بأسفل الشاشة وأيضا من خلال فيسبوك الجروب الخاص بالبرنامج وهو auto@artlebanon.com. فيكن تتركوا كل رسائلكم إذا ما كانت عم تزبط معكم وتقدروا تتصلوا فينا وتطلعوا على الهواء. رح ابتدي مع الاتصالات لما نطر منى. ألو منى، كيفك يا منى؟ ألو منى، يلي يبدو مش ظابط اتصال، بعتذر إذا اضطرناك بين البريك والغنية. يوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيب. إذا بدي أعرف عنك اليوم أكثر بقول كممثل أو فنان؟ يوسف البزال اللي بدك إياه. أوكي، أنت مهنيا ممثل ومطرب، يعني أنا عم بشتغل دومين تمثيل ودومين غنى. براحك نحكي بالاثنين.
اليوم انت نزلت اغنيتين، ولكن حتى بالكليب تبعك يلي قدمته باخره كاتب الممثل يوسف البزال، صح؟ فيسبوك الممثل يوسف البزال يلي بدني لايك بيج. لو حتى بالفيديو بالكليب، بالفيديو كليب فيسبوك الممثل يوسف البزال، هذه صفحة الفيسبوك ليه؟ عندي. يعني ليه انت اليوم فنان عم تطرح نفسك كفنان وعم تكتب الممثل؟ لأنه كانت بدايتي تمثيل، وأنا لأنه أنا فزت كمان دومين الغنى، اللي ما بيعرفني كممثل أنا ممثل. طب يوسف، لنبلش بمسيرتك، أنت كيف بلشت؟ قبل ما نحكي عن هيدول الأغنيات، كانت سنة 2009 الانطلاقة التمثيلية، يعني وقت درست بالسر عن أهلك؟ درست بلا ما يعرفوا أهلي تمثيل، وعزمتهم على يحضروا لي مسرحية كانت من بطولتي، وتفاجئوا فيها على خشبة المسرح. خلصنا العرض وهنوني. ليه كانوا معارضين بأنك تمثل؟ يعني عادة أكثر إذا بدك بيخافوا الأهل على أولادهم إذا كانوا بنات أكثر أنه يفوتوا على الساحة الفنية، إن كان الغنية أو التمثيلية، باعتبار بأنه ممكن يكون في مشاكل أو ممكن تواجههم عرائيل، بيخافوا عليهم. ولكن الشباب ممكن أوقات يكون في معارضة، ولكن بنسبة أقل. لسببين، الأهل كانوا حابين يشوفوا يوسف دكتور، مهندس، ضابط بالجيش. وسبب تاني انه بيعرفوا طريق الفن كتير صعب وكتير فيه مطبات، فكانوا خايفين انه يوسف ما يقدر يوصل. ولكن انا بطموحي هلأ عم فرجيهم، انه طبعا من بعد دعمهم، هني كتير دعموني، عم فرجيهم لك وانا وانصرت الحمد لله. طيب بال2009 اذا كانت اول مره انت هيك بتحط قدام اهلك او بتحط اهلك قدام الامر الواقع، من بعدها كيف بلشت عروض التمثيل؟ يعني بال2009 انت كانت مسرحيه عاديه جدا، يعني منا هالمسرحيه. درست بمعهد خاص بلبنان فتره البكالوريا عندي بلا ما يعرفوا، كان دوام بعد الظهر. تخرجت انترناشونال تكنيكال كوليدج تمثيل، وما استنى المسرحيه، وكثير لقيت اعجاب كثير حلو من الاهل ومن العالم. بعدين شجعوني اني اروح كفي علمي بسوريا، تخرجت من سوريا تمثيل واخراج. من بعد صارت تجيني عروضات، اول فيلم قصير بقعه جحيم، من بعدها صار عندي بطوله. مع مين مثلته؟ اخراج زين صلاح جبور، كتابه وبطولتك رنا المحمد، وبطولتي وبطوله نجمه سوريه نرمين محسن. اوكي، من بعدها بطوله فيلم سينمائي، فيلم واقعي سياسي اجتماعي، اسمه أولاد البلد، نعرض بسوريا، وتأجل بعد كمان عرضه سينما بالسينما للأوضاع اللي عم بتصير هلأ. أوكي، هو أكتر فيلم منه اجتماعي مظبوط؟ هو يمكن أكتر فيلم عن المقاومة؟ لا، فيلم أكشن واجتماعي، المسلسل عن المقاومة يلي قدمته. المسلسل هلا عم نصوره. نيران صديقة، قيامة البنادق. اوكي، عم بدي اقول لك اسم الله عليك، يعني نشاطاتك التمثيلية قد ما هي كثيرة. أنت انتهيت من تمثيل نيران صديق، مسلسل نيران صديق يلي صار اسمه هلا حدود شقيقة. مظبوط، يلي تم تصويره بلبنان، يلي فيه عدد كثير كبير من الممثلين السوريين واللبنانيين، يعني منهم باسم يخور وليليان نمري من لبنان، مجدي مشموش ومجدي. مظبوط، خبرنا عن قبل ما نحكي بعد شوي عن المسلسل الثاني، خلينا بهيدا المسلسل، هيدا رح يكون مسلسل برمضان رح ينعرض السنة من تلفزيونات تلفزيون الجديد، خبرنا أكثر عنه. مسلسل لبناني سوري بيحكي على حدود، ضيعتين على حدود هو الإطار كوميدي كتير مهضوم، بيصير في نقار بين مختارين وكذا، مختار ضيعت أم النور ومختار ضيعت أم النار، أنا حارس للحدود الاثنين يعني. قد في إسقاطات سياسية من الواقع الموجود؟ يعني أنا شفته لباسم يخور وقت تصوير المسلسل، كانوا عم بيصوروا فوق منطقة جبال دوما، يعني بيدوما 100%، فكنا عم نحكي هلأ هو قال بأنه هدول منطقتين أو ضيعتين مش ضروري يكونوا بينتموا للواقع، يعني ممكن يكونوا بأي مكان، ولكن إذا بدنا نيجي يمكن على أرض الواقع إنه إلا ما نربط إنه هدول لبنان وسوريا، لأنه أرادي في ممثلين لبنانيين وممثلين سوريين وضيعتين على حدود بعض، فإلا ما نخدهم بأنهم هي الضيعة اللبنانية بتحكي بقاعة
والضيعة السورية بتحكي يعني كأنه تجسيد لهيك أمر واقع إلى حد ما. هني راحوا للإطار الكوميدي يضحكوا العالم يغيروا جو للعالم بس في لطشات سياسية. ما بفتكر هي صارت علاقة الكاتب والمخرج. أنا أديت شخصية كانت كتير مهضومة.